طب ايه اللي طلعها تقول كنت عامله زي الفار في مصياده؟ غضب. يعني النهارده انا غضب مش هتكلم عن لسانها مني. ولو قلت لك سبب الغضب مش هتصدقي قد ايه هو سبب صغير جدا. وعلى فكره الشيء موجود وربنا يديك طول العمر يا رب، وتقدر ترد على انا بقوله لو كان غلط. انا عمري في حياتي في اي خناقه في اي موقف ما منعتش اني الوصول ليا. يعني لو حصل بينا ايه بتكلمني برد عليها. الحقيقه ان هي كانت بتتكلم عشان انا وحشها، بس هي حاطه في دماغها ان زعلي ممكن لو هي كلمتني دايركت اصدها او كده، مع اني عمري ما عملتها. فخافت فوسطت حد برضو يقرا لها الاول الموقف قبل ما يحصل. وهو نقل لي الصوره غضبان وهيعاملني وحش وهيحرجني ولا بالظبط كده. فهو نقل لي الصوره العكس برضو لما سالته طب انت تضمن ان احنا ما نتخانقش؟ قال لي لا. فحسيت ان هي لسه غضبانه جدا فممكن تقولي كلام يزعلني. قلت له انا مش هرد. ودي كانت اول مره في حياتي اعمل الحركه دي. اليوم ده اللي هي ظهرت فيه وقالت كل الكلام ده. لما جينا قعدنا نتكلم قلت لها عشان هي حاولت تكلمك وما ردتش. وجت بعدها قالت انا هطلع اقول للناس ان الكلام ده مش حقيقي. قلت لها لا. اول حاجه انا ما يهمنيش الناس. مش عشان انا راي الناس ما يهمنيش، لا انا بحب الناس جدا. اول حاجه انا مش هقبل انك تقولي حاجه حتى لو كانت غلط تطلعي تقولي ان هي ما حصلتش. لا انا عندي حسام، بس في حاجات من اللي انت يعني تم اتهامك بيها في حاجات محرجه. يعني انا مش عايزه اقول لا مش لا عادي، لا عادي، لا عادي في عادي. حاجات من حقك انه يتقال انه سؤال. لا ده ما حصلش لو هو مش حقيقي. هسألك سؤال، ولا حقيقي كنا رجعنا لبعض؟ اه ممكن. لا نو واي. لا ممكن، ما هو من الحب ما قتل. لا 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 ده مش حب خلاص. لما شفت من الحب ما قتل. لا, لا, لا من اللي اتقال ده خلاص مش حب. بقول لك كنت بحكي لك انه بني ادم. انا بس اللي عندي العيب ده ما هو احيانا بيحصل انه شراره الحب لما بتزيد قوي كده بين طب المره دي لما حصل بينا انفصال حد سمع 20 يعني كان وحشه؟ بالعكس طلعت قالت ايه؟ العلاقه انتهت بينا بمنتهى اللطف والظرف صح؟ والادب. ليه؟ عشان احنا متفقين عليها. لانك لسه بترد عليها؟ لا ايوه بالظبط. وان احنا متفقين عليها انه انا مش هغيب عنك ومش هتغيب عني، مفيش حد مانع التاني من حاجه. فشي واز ريلاكسد والموضوع واتاخد يعني مش هقول يعني انفصلنا بس هنفضل صحاب. ده حقيقي. لما هتكلميني هرد عليك. ده حقيقي وده اللي حصل. لما هتعوزيني هتلاقيني موجود. ده اللي حصل فعلا. والحب ما زال بينا موجود على فكره، مش حب بقى رومانسي وكده، حب بني ادمين لبعض. طب انا مش هتكلم بلسان جمهورها ولا هسالك بلسان جمهورها، انا هسالك بطريقه تانية. انت كحسام بقى لو فشل العلاقه دي في نسبه منه تتحملها انت؟ اكيد. هيبقى كام في الميه؟ عشان ابقى فير يعني 50 50 اكيد. ده كده فير؟ اه طبعا. مفيش حاجه زي ما الحب مش من طرف واحد، الانفصال والمشاكل مش انا مش بتكلم عن الانفصال، انا بتكلم عن القصه عن الحدوته. عايز اقول لك حاجه، الناس قالت لك حسام بيتحكم في شغل الشين، انا عمري ما اتدخلت في شغل الشين. الناس قالت لك حسام مدير اعمال الشين، انا عمري ما كنت مدير اعمال الشين. المفروض انه ده اللي احنا عارفينه. عمري ما كنت مدير اعمال الشين. ده اللي احنا عارفينه. نو واي. اذا كان انه ياسر خليل كان مدير اعمالها ثم مدير اعمالك انت وهي. لما ياسر مشي ثم ياسر مشي وقيل انه مشي بشكل معين، اتقال ان انت رفعت عليه لا لا ما حصلش. لا لا ما حصلش. وخد حكم عليك. دي خناقة بعد الجواز بكتير، بعد ما هو مشي بكتير. نو 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 بالظبط. ومشي واصبح حسام حبيب هو. لا لا ما حصلش. المسؤول عن كل شغل شيرين. لا 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 مسؤول. انا عمري ما كنت مسؤول عن شغل شيرين. عمري ما خدت لها قرار، عمري في حياتي. انا كنت ايه اللي حصل بالظبط؟ وده كان قبل جوازنا. لما ياسر مشي حصل انه بقى فيه مفيش في دروب في مكان معين الكوميونيكيشن بينها وبين الناس. فانا بقيت بكوميونيكيت، انا نقطة الكوميونيكيشن. لكن هل انا خدت قرار؟ نو واي. هل اقول لها مثلا ممكن تختار الاغنيه دي ولا لا؟ نو واي. هل اقول لها مثلا لا اعملي قلب ما تعمليهوش؟ نو واي. لان انا ما اسمحش ان حد اوقف. طب احنا على طول كنا بنشوفك معاها في حفلاتها. ده سبورت. مش في شغل. احنا مرتبطين ببعض جدا. ومثلا مره من المرات حد صحفي كبير قوي مهم يعني قال لي حسام ما يصحش وانت طالع الحفله عشان طالع الحفله تمشي وراها وتبقى لا انت برضو ما ينفعش كده في يور ايمج يعني. أنا اليوم ده طلعت قاصد ماشي ورا شيرين شايل ديل فستانها. بصي مراتي لو فنانة لو قاعدة في البيت لو بتشتغل أي شغلانة بسيطة في الدنيا هي تاج على راسي. أنت نفسك قلت أنا عملت لها شغل أستحق عليه فلوس. ما حصلش. هي لما قالت كده وده بقى كلام الزعل. عمري ما ببقى فيه على فكرة أنا عمري ما خدت مليم من شغل الشيرين.